صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. هذا المقطع من الآية الكريمة يتعلق بقصة ناقة صالح، وإحنا نعرف بالبداهة أن القرآن الكريم عندما يضمن السور يضمنها القصص التاريخية أكو هدف. الهدف من جميع القصص الموجود بالقرآن الكريم الاستفادة من التجربة أو أخذ العظة والعبرة، لأن طبعا الحياة كلها تجارب. الإنسان عنده عقلين، عند العقل اللي يعبرون عنه المطبوع والعقل المسموع. العقل المطبوع يعني المقصود الاستعداد للإدراك. الله عز وجل لا يخلق إنسانا إلا ويضع عند الاستعداد للإدراك، مو الشكل، الاستعداد للإدراك حتى يصح معه التكليف. الله ما يمكن يكلف الإنسان ما لم يكون عنده عقل عنده استعداد للإدراك. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة العقول، السمع والأبصار يعني وسائل الحس. الإنسان عن طريق الوسائل الحسية وعن طريق الوسائل العقلية يقدر يصل إلى فهم الأشياء التي يريد فهمها. طيب، إذن الله عز وجل لا يخلق إنسان إذا ما يسلح. بيش يسلح؟ يسلح بالإدراك، يسلح بالقابلية. العقل إذن قسمين، عندنا عقل مطبوع، يعني بتعبير آخر الإنسان مفطور عليه، يعني القوة الإدراكية اللي تولد مع الإنسان. وعدنا لا، العقل المسموع اللي يستفيد من التجارب. نبه لي، اللي يستفيد من التجارب. الإنسان مفتقر حتى ولو كان قابليات الذهنية عالية، لكن مفتقر إلى التجربة. نبه لي، وكان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول رأي الشيخ أحب إلي من مشهد الغلام. شنو معناه؟ معناه أن الغلام الصبي حتى إذا أخذ سلاح ونزل يقاتل، رأي الإنسان الكبير السن اللي مر عليه تجارب إلى تأثير أكثر من تأثير سلاح هذا الصبي. الصبي سلاحه تأثيره محدود، لكن هذا رأيه لا، قد يكون أنفذ، يعني أشد فتك من السلاح. ليش؟ لأنه السلاح إذا يستعمل بغير مكانه ومو بطريقته الصحيحة ما يؤدي النتيجة، وبالعكس إذا استعمل ووضع في موضعه يأخذ أثره. العقل إلى تأثيره، يعني تجربة الفكرة إلها تأثيرها. الإنسان إذن بمشيش الحاجة إلى الاستفادة من التجارب في الحياة، ولهذا تلقى الإنسان اللي عنده تجارب في الحياة عنده نضوج أكثر. تلقى واحد مثلا
قد يكون عنده قوة إدراك ومستفيد من قوة الإدراك، لكن تجاربه قليلة بالحياة، يفشل هذا. بعكس الإنسان اللي عنده تجارب كثيرة، هاي التجارب تعطي مناعة. زين، إذا عرفنا هذا نرجع للقصص. القصص الموجود بالقرآن الكريم ترى هو هذا الهدف، يعني جاي يجيب لنا القرآن تجارب السابقين، تجارب اللي سابقة علينا يأخذها القرآن يقدمها لنا، يعني خلاصة، يعني بتعبير آخر دي يسوق لنا جهود الآخرين يضعها بين أيدينا للاستفادة منها. دي يقول ترى الإنسانية مرت بتجارب، بيها تجربة غلط وبيها تجربة صح، اخذوا التجربة الصح وابتعدوا عن التجربة الغلط حتى تتربون. هذا لون من ألوان التربية. إذن القصص يستهدف التربية، يستهدف أن يعطي الإنسانية عطاء علميا على حساب تجارب غيرهم. من بعد هالمقدمة خلي نرجع للقصة. هذه الواقع لما نرجع للتفاسير ونجي إلى قضية ناقة صالح، تفاسير في مثل هالحالة ما تخلو من إسرائيليات. إسرائيليات يعني تلقى أن هاي الناقة مثلا هالكبر طولها وهالقد عرضها، وكانت مثلا يوم إلها الماء يوحدها تشربه، واليوم الثاني للناس، ويوم اللي تشرب الماء بدال الماء تعطيهم حليب تكفيهم كلهم، وطلعت من الصخرة ومن وراءها كذا ناقة. يعني فرد حكي أكو طويل عريض. هذا الكلام الواقع إذا نسمعه عن طريق المعصوم وبالطريق الموثوق لا نأخذ به، ما يشعنا إلا أن نأخذ به. لكن إذا لا، ما وارد عن طريق المعصوم، والقرآن أيضا مو شارح، إن إحنا نسكت عما سكت عنه القرآن، الشيء اللي سكت عنا القرآن نسكت عنه. ما نجي مثلا إلى التفاصيل أو إلى الآراء، لأنه إذا صار البناء نرجع إلى الآراء اللي من هالنوع أو التفاسير اللي من هالنوع نطيح بمتاهات عريضة طويلة. نعم، وإحنا إن عنها غنى، ومو فرد شيء مفروض علينا أن نؤمن به. يعني بتعبير آخر، ليس من الأمور التي يسألني الله عز وجل عنها غدا، مو من الأمور اللي باشر الباري عز وجل يوقفني بالمحشر ويقول لي ناقة صالح شنو لونها مثلا، أو شطولها، أو صدق تطي هالقد حليب. ما هذا شيء تكميلي، مجرد معارف عامة. المعارف العامة نأخذ هالصورة الإجمالية اللي رسمها القرآن، ومن بعد الصورة الإجمالية إذا أجتنا رواية عن معصوم لا نأخذها الرواية، وإذا لا والله بشرط أن تكون رواية سليمة، يعني بطرقها الصحيحة. إذا لا والله الطريق مو سليم أو المضمون مو سليم يتنافى ويا المقاصد العامة، ما نأخذ به أبدا. فعلى الإجمال من بعد هذا، على الإجمال إحنا نعرف أن الله عز وجل يعطي لكل نبي معجزة حتى تكون علامة على تصديقه. يعني النبي لما يريد يجي يقول أنا نبي، شنو الدليل على نبوته؟ لازم أكو عنده معجزة حتى عن طريق هالمعجزة الناس تؤمن به، وإلا إذا صار البناء يجي يدعي النبوة بدون أن يقدم برهان تكثر الادعاءات يوميا. نعم، يطلعون أنبياء إذا صار البناء كل واحد يجي يدعي النبوة يصدق بدون معجزة بدون دليل. مشكلة، هي مشكلة عريضة طويلة، وتخطر أكو قضايا هواية طريفة في هذا المورد، قضايا عجيبة. يعني عندما تقرأها الواقع يلفت نظرك، هل هالكثرة كثرة ادعاءات النبوة؟ ويا جماعة ادعوا النبوات. والمشكلة إلها فروع عندنا الشاه. شنو هالفروع اللي إلها عندنا الآن؟ مثلا قد تلقى ناس ما يدعي النبوة، لكن الشدعي
يدعي علم الغيب. يعني يجي إلى هذا الإنسان الحائر اللي عنده مشكلة من مشاكل الحياة، عنده مرض مثلا ما جاي يبرأ منه، أو عنده مشكلة ما جاي تنحال، أو عنده قضية ما جاي يهتدي إلى طريقة الخلاص منها مثلا، يجي لي هذا يشتغل له، تعال أنا أدبر لك إياها الهاي، وأنا أسوي هالشيء وسوي هالشيء وهالشكل، ويقعد ويجيب زعفران واكتب مدري شنو وذبها مدري وين وادفنها بالتراب ومن هالملخ هذا، ها؟ وهذا مسكين فقير بائس، يعني بدلا من أن يقيل عثرته، بدلا من أن يرحمه، بدلا من أن يقول أن هذا إنسان واقع بشدة بصعوبة خليني أخدمه بالرأي الصحيح أخليه يبعد عن هالأجواء، لا يجي يشتغل له. ها الناس ذئاب ترى، نبهلي شوية، يعني مع الأسف الإنسان ما يزال حيوان يتصرف بوحي من غرائزه، إلا من عصم الله، إلا الإنسان اللي عنده دين منعه، وإلا الإنسان عنده مخالب مثل الوحش، ما طول أكو عنده مجال لاستعمال المخالب يستعمل مخالبه، ومو ضروري إلا أن تكون المخالب هي أظفار، لا، أحيانا المخالب مخالب فكرية، مخالب حيلة، مخالب دجل، مخالب من هالنوع. فهذا بدلا من أن يقيل عثرته، بدلا من أن يجي رحمة يشتغله، يوقع بهالمتاهة، متاهة الدجل، متاهة، يعني سواء المشكلة مشكلة صحية أو مشكلة اجتماعية أو مشكلة أخلاقية، ويقول له أنا مستعد أحلها إليك، وقاعد خلي تشوف هذا البلاء المبرم، هذا البلاء المبرم بادعاء الدجل والشعوذة وادعاء علم الغيب والاتصال بالجن، والمشكلة اللي طايحين بها منه الشعوب البسيطة، الشعوب اللي مثلا كمية العلم عندها قليلة، كمية الوعي عندها قليلة، فذولا يشتغلوا لك هالظاهرة، ظاهرة بساطة الشعوب، ويجون يومية تسمع لك عن واحد، نعم من هالنوع، تسمع واحد قاعد فاتح له مكتب وقاعد يستقبل، وخصوص عند هالمساكين ذول هالعوائل، يعني الواقع، فمن هنا يتعين علينا، يعني يتعين على الإنسان أن ينبه إلى خطر هؤلاء، وينبه الناس أن يعتصموا بالله، يبعدون عن هالأشياء، يبعدون عن هالأجواء، يرجعون إلى الله، يرجعون إلى المصادر الموثوقة، إلى العالم الموثوق، يهدي إلى دعاء صحيح، إلى أثر صحيح، وقدر الإمكان يتوقع الدجالين. وهي ترى مو بس هالآفة، يعني المصيبة، يعني الحقيقة الإنسان واقع لك بين عدة مصائب، هاي آفة، والآفة الأخرى هاي الجديدة اللي طالعت لنا، تعال هاي مسألة المخدرات، هاي فرد مفت كارثة، هاي مالت المخدرات. صور هذا شاب عنده فراغ، بنفس الوقت فرص الحياة أحيانا متعثرة قدامه، يريد يهرب من الواقع، شلون يهرب من الواقع؟ خلي أخدر عقلي، شلون أخدر العقلي؟ يجو لك إلا هذا، تلقى هذا الشاب يحط، هذا ما عنده مانع أن يموت 100 في سبيل أن يحصل كمية أموال، ما عنده أي مانع، لأن هذا مجرم وحش، لما يجيب المخدر ويطيه إلى هذا الإنسان يشوفه يتلوى قدام عينه، ويشوفه يتحول بعد أيام إلى مدمن، يقضي عليه الإدمان إلى أن يذوي، إلى أن يتهالك، إلى أن ينتهي، أسرة كلها تتمرض، من أجل واحد ينتفع لش كم درهم من الشحت من الحرام. هذا معنى لازم المجتمع كله يتضافر على إبعاده والقضاء عليه. الواقع هذا خطر، خطر المخدرات خطر، في واقع الأمر من أعظم الأخطار، واجب المجتمع كله أن يتضافر في القضاء عليه، يعني كل واحد عليه مسؤولية، واحد يشوف ليش كت، واحد يقدر يدافع كون يدافع، واحد يقدر نعم يشير كون يشير، المسألة خطرة جدا خطرة، وضحيتها
كثير من الأبرياء ضحيتها كثير ممن تتعثر بهم فرص الحياة. خليني أرجع للموضوع. زين، الآية إذن بينت أن هذه معجزة كانت لمن؟ إلى صالح عليه السلام. معجزة الناقة، هسه ليش معجزة الناقة؟ قطعا الله عز وجل عادل، والعدل وضع الشيء بموضعه. إذا يطي موسى مثلا اليد البيضاء أو العصا، ويطي عيسى إبراء الأكمه والأبرص، ويطي صالح مثلا الناقة، قطعا ما أخذ بعين الاعتبار المجتمع اللي عايش بيه والشيء اللي يمشي عندهم شنو. يعني يجوز أن يكونون أناس يعتنون بتربية هاللون من الماشية من الحيوانات، ها؟ فأعطى ناقة تتناسب ويا المدارك ويا الجو اللي عايش بيه على الإجمال. يعني ما نريد نستنبط علل من عدنا، لكن قطعا الله عز وجل عندما جعل المعجزة هذا المعنى أكو ارتباط بها بالمحيط. طيب، عندنا هنا نقطة شوية تنبه لي. القرآن الكريم يقول فعقروها. ليش فعقروها؟ المفروض اللي عقروها مو كلهم، واحد عقرها. ليش القرآن يقول فعقروها؟ تنبه لي بالله لهالنقطة. الحقيقة هنا يكمن موضوع هواي عظيم، سأنا أوضح لك. الإمام سلام الله عليه يقول للواحد من أتباعه لأحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. قال له سيدي ليش؟ ليش؟ العلماء شو ذنبهم؟ قال له شافوا السفهاء يعبثون ولم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر. نبه لي، لأن المجتمع لازم يكون به حس من التضامن، ها؟ يعني واحد ينهى، واحد يستنكر، واحد يشير إلى مكامن الخطر، يعني يكون المجتمع يتضافر على دفع الباطل. إذن شنو معنى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ ها؟ يعني لازم أكو تضامن. أنا لما أشوف أكو منكر وما أدري على شنو أنا أجي أكره نفسي للناس، أنا شنو أعرف تكليفه؟ لا، مو الشكل، لا، لازم واحد يقول هذا المنكر منكر. لتأمرن بالمعروف أو لتنهن عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لكم. وبالفعل الآن كثير من الناس يقول لك يا مولانا هذا الشعب الفلاني شعب بي أخيار بي أبرار بي أطهار، ليش الله مسلط عليهم هالظلمة؟ ليش؟ ليش الله ما يخلصهم؟ يخلصهم لأنه دول ما قعدهم حش جماعي، ما عندهم حش جماعي، ما أقعدهم. يعني لازم واحد يشير إلى المنكر، يقف بوجه المنكر بكلمة بموقف بعمل. مفروض هكذا، مفروض المجتمع كل يتضافر للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك القرآن الكريم يقول فعقروها، لأن دول السفهاء اجوا عقروها للناقة، ما قاموا لهم الصلحاء أو المتدينين أو الطيبين وقال لهم أنتوا غلطتوا. ليش عمل؟ سكتوا. لما سكتوا عمهم الله بالعذاب. فعل أنا أكد لك، مو هي يقول لك ليش؟ ليش العذاب الآن يجي مثلا يمشي على الناس؟ خشن ذنبهم، دول المجرمين هم اللي ينبغي أن يتعرضوا. تقول له المجرم في واقع الأمر مر مجرم بالعمل ومر مجرم بالسكوت. شو تنبه لي، مجرم بالسكوت او مجرم بالعمل؟ انا ليش اسكت؟ ليش ما اقول للباطل باطل؟ اذا رايت امه تهاب الظالم ان تقول له انت ظالم فقد تودع منها. هسا قد يقول لي واحد شو مو احنا عندنا تيار معاكس الان عندنا في قلب الامه الاسلاميه، مو عندنا تيار يقول الانسان لازم يقعد؟ نعم،
ما يعرض نفسه الى الوباء، الى الوبال. ايش جايبها؟ عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. هذا هو مو فاهم الايه زين ويريد يفسرها، هو مو فاهم الايه. الايه ما الها صله بهذا المعنى بسبب الامر المعروف، والا يصير تضارب بالقران. الايه لها معنى اخر وان شاء الله اعرض له. في المساله مساله انه واحد يجي يقول ايش طلع على الحسين؟ ليش طلع؟ ليش مو قاعد بمكانه؟ لو قاعد بمكانه ما صار عليه شيء. يقول لك على حساب الانبياء ايش طلعهم؟ لو قاعدين بامكنتهم ما صار عليهم شيء. الصلحاء وهو اللي غير الدنيا منه، غيروها النايمين لو غيروها اهل النهضات؟ لا، غيروها اهل النهضات، ولا لو ظل على النايمين كل شيء ما يتغير به. اللي ينامون ياكلوا ينامون وما اكثرهم. لكن كلمة الحق وموقف الحق وعمل الحق ينبغي أن يأخذ أثره. فلذلك شوف تعبير الآية فعقروها، والمفروض اللي عقرها واحد، عقرها واحد. شنو معنى عقره؟ ينسبها إلى الجميع، لأن أشهموا بشكل وبآخر، أشهموا بهذه الجريمة. طيب، في الآية تقول فعقروها من بعد ما ذكرت فعقروها، قالت فقال لهم تمتعوا في داركم 3 أيام. طيب، أول سؤال أنه شنو تحديد هال3 أيام؟ ليش تمتعوا في داركم 3 أيام؟ يعني شنو؟ أكو خصوصية للعدد؟ يعني هالعدد هذا الثلاثة بخصوصية؟ يو لا. شنو الهدف؟ ليش؟ ليش مو أكثر أو أقل؟ الحقيقة أولاً هذا السؤال مو وارد. ليش مو وارد؟ لأنه هذا إذا نفتح الشباب كلها يرد بها السؤال، ليش الركعات 4 مثلاً؟ ليش رمضان 30 مو أقل ولا أكثر؟ يعني ينفتح فرد باب للتشاؤم ما إلى معنى. حتماً الباري عز وجل شايف أن المصلحة مثل الطبيب أفرض. الطبيب يعطيك كورس مع العلاج 3 أيام، خلاص ما لك حق تعترض عليه، يعني يعرف أن المرض اللي عندك كافي عليه 3 أيام معالجة. هذا هو. هاي 3 أيام هنا ليش الباري عز وجل حددها 3 أيام؟ أنا شفت في التعليل هواية بارد، يقول لأن الفصيل رغى 3 مرات، لما كل يوم كل مره رغى بها بدالها يوم امهلهم يوم. شنو علاقتها بالموضوع؟ ما ادري. ليش اقول لك احنا مو كل ما بالتفاسير يمكن ان ناخذه؟ هاي نقطه. النقطه الاخرى اللي اتصور يعني ويتصور بعض المحققين، يقول هاي فتره معقوله طاهم اياها القران الكريم لعلهم يتوبون الى الله، يطلعون برا يبرؤون، يطلعون عن هالدار، هاي دار الظلم، ويكون برا يبرؤون يعلنون توبتهم، فترة معقولة ممكن. لكن الشيء اللي شفته يربطوه علماء المالكية بهذا المقطع من الآية مسألة الإقامة، يعني نسبوها إلى ابن العربي المالكي، ابن العربي هذا المفسر المعروف، يقولون هذا كان وجهة نظرة أن الإنسان إذا إجا إلى بلد ويريد ينوي إقامة ما إلى حق ينوي إقامة إلا بعد 3 أيام، لأن هذه 3 أيام يعني باليوم الرابع يا الله ينوي، لأن هاي 3 أيام اللي يدخل بيها إلى البلد، هذه 3 أيام الله عز وجل أخر فيها نزول العذاب لمن سيموت على قدر متيقن. ما أشوف أكو ربط. أنا ما أدري اللي يحب خلي يشوف القرطبي في تفسير الآية 101 من سورة النساء يذكر المدد اللي بيها الإقامة. يعني احنا عندنا مثلا، أنا لما أنزل لي ببلد مرة رأسا أجي أعزم على أن أقيم بي، أعرف أني راح أقيم أكثر من 10 أيام، رأسا أنوي إقامة. مرة لا والله ما أريد أقيم بي، أظل متردد لمدة شهر، من بعد الشهر حتى لو عندي فريضة واحدة لازم أنوي إقامة.
عند المذاهب الإسلامية الأخرى بعضهم يشترط 15 يوم يلا من بعد 15 يلا ننوي إقامة، بعضهم يشترط 4 أيام، بعضهم يشترط 3 أيام، البعض الآخر لا، حتى يقول لو إذا مو ناوي الإقامة ما مصمم حتى لو سنين يقيم. أبو مجلج يقول سألت عبد الله بن عمر قلت له أنا أدخل إلى المدينة أتأخر بها 6 شهور 7 شهور عندي شغل، قال لي صلي ركعتين ما تنوي إقامة. فمختلفين هم في موضوع الإقامة، لكن ربطها بهاي شنو؟ ما أنا الواقع أعترف أني ما استطعت أن أجد طريق للربط بين هالثلاث أيام وبين موضوع الإقامة، مش مجرد إشارة. القرطبي استعرض الآراء في هذا الموضوع، استعرضها ونقل عن ابن العربي هذا الرأي اللي يحب يشوفه جن. فأعود للآية، قال تمتعوا في داركم 3 أيام. هذا المقطع يهمني بحادثة صارت للإمام الهادي سلام الله عليه. شنو هي الحادثة؟ الحادثة أن المتوكل العباشي محيي السنة ومميت البدعة، نعم، هذا الرجل اللي يحب يشوف ترجمته شوية زين، أكو ملحق في ذيل كتاب الفرج بعد الشدة للقاضي التنوخي بقلم عبود الشالشي زين، الملحق بترجمة جامع بيها نتف من أوثق المصادر عن المتوكل. شنو مجلسه؟ شلون كان مجلسه؟ قعداته شنو؟ شرابه شنو؟ ندمان منو هم؟ نعم، الندمان اللي وياه منو؟ موقفه شنو؟ مطي عنا صورة هواية رائعة، إذا تقرأ تعرف إيش عندنا إحنا بتاريخنا لما هذا يجون يطون عليه يطوها الألقاب هذه محيي السنة وميت البدعة، وتعرف السبب كله أن هذا كان يشتم عليه ابن أبي طالب. هاي القصة، هاي العلة هنا، هذا محيي السنة منا مميت البدعة منا. هذا الرجل المتوكل معروف تماما، وما أحب أن أجعل منبري بذيء في الواقع، بس هذا الرجل إذا تمر بتأريخه مات، يعني ما يظل عندك شيء من الشغول، يعني ما يظل عندك شيء من الوثوق في جملة ما ينقل تاريخيا، لأنه تناقض فظيع في نسبة هذا إلى أن أمير المؤمنين وإلى أن متقي وإلى وإلى. هشب الله واحد من الشعراء يجي يأخذ له الشنفلشي مدحه، هاي موجودة عندنا الآن، الشعراء في كل واقد تلقى أكو نمط من الشعراء شعر للإيجار أو للبيع موجود، ما عنده مانع أن يصعد له واحد من دول المستنقعات للسماوات. فما يهمنا إحنا هذا، لكن أنت اللي المفروض عالم ومؤرخ تجي لي تعبر عنه بأن محيي السنة وميت البدعة وتطي ألقاب وعريضة طويلة. المهم أن هذا الرجل كان إلى عداء غريب ويا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ويا أهل بيته، فبطريقة من الطرق حاول أن يذل الإمام الهادي. شو أول الأمور؟ اتبع أنه شكو من يطبع عليه، مراقب الإمام ليل نهار جد، يومية كابشين بيته، حتى صارت حادثة، هو هذا المتوكل في اليوم صارت عنده دمله وأذته، والأطباء طوا أدوية ما استفاد. الفتح ابن خاقان قال له ما تودي طارش إلى هذا الرجل، إلى هذا علي ابن علي الهادي، ودي له فد واحد خلي شوف وجهة نظره، ودى واحد من غلمانة قال له ايش له، قل له، قال الإمام سلام الله عليه في حدود التجارب أخذوا هذا كش بالغنم وخلطوه بماء الورد وخلي خلي على الدملة ويبرأ إن شاء الله. فعلا جابوه، انفجرت الدملة اشتراح،
لما اشتراح سمعت هاي أم المتوكل ودت للإمام بدرة ب10,000 درهم بختمها، ودتها دبوها بالدار. ما كل بدرة استقرت بعد يوم كبشة ودار الإمام بالليل، كبشوها لقوا ما عنده حصير يصلي عليه، وسيف موجود معلق على جدار بالدار، وأواني بسيطة، وهاي البدرة، فشالوا البدرة جابوها. سعيد الحاجب يقول طببتها إلى المتوكل، ودّ وراء أمه قال شنو هاي البدرة؟ قالت له هاي أنت من تمرضت أنا اندرت، إذا برأت أنت أنا هذه أوديها للإمام ينفقها في سبيل الله. قال زين، أنا اللي شاهدي من هالحادث أرد أبين أن كانت دار الإمام معرضة للكبش، يومية كابشين داره، داخلين عليه وكابشين الدار، وأول ما إجا وين خلاه؟ خلاه بخان يسموه خان الصعاليك، نعم، فد شيء عادي، يريد يذل الإمام، ففد وسيلة من وسائل ذل الإمام. قعد فكر، قال باشر أكو عندنا عرض عسكري، هذا العرض العسكري أمر مناديا فنادى أن الناس ينبغي أن يطلعون كلهم مشاة، لا حد يطلع راكب، كل ما يطلع يمشي على رجليه. الإمام الهادي سلام الله عليه كان عنده شوية بدانة، والدنيا حارة صيف، ومر الإمام في طلعوا الناس كلهم مشاة على الأقدام، والإمام طلع يمشي أيضا مع الناس. هذا واحد من حجاب المتوكل يقول مر بي الإمام شفته يتصبب عرقا ومسافة طويلة، وما حد راكب إلا المتوكل ووزير الفتح ابن خاقان، ذولا راكبين والناس كلها تمشي. يقول لما مر بي الإمام وشفته بهالحالة سمعت يقرأ هالآية: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. يقول عندي واحد يعلم أطفالي من الشيعة، يعلم أطفالي، معلم مدرس يجيب درس، نعم كانت دراسة أنا ذاك فردية ماكو دراسة جماعية. يقول رجعت للدار لقيت هذا المعلم، قلت له أنا اليوم سمعت من إمامك شيء، قال لي ما هو؟ قلت له مر بي ويردد هالآية: تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. قال لي الله عليك أنت سمعتها؟ قلت له بلى أنا سمعتها. قال لي إذن أنصحك روح رتب أمرك، عندك أشياء ضمها وعندك شيء، ترى صاحبك ما يعيش أكثر من 3 أيام. يقول أنا رجعت أضحك على هذا، يجي يعلم الغيب تالي. يقول شو المانع؟ أنا من باب الاحتياط فعلا. يقول جيت إلى جميع الأشياء النفيسة اللي عندي غيابتها، ضميتها ضيعتها، اليوم الثالث بالضبط، باليوم الثالث اجى المنتصر ويا القائد باغر التركي ومجموعة الأتراك طبوا على المتوكل، قطعوه إربا إربا، هو ووزيره الفتح ابن خاقان، نينهم يقول حتى سقط لحمه في كؤوس الخمر. دار مدار كؤوس خمر، سقط لحمه في كؤوس الخمر. إيه هذه الحادثة الواقع لها نظير، ما أدري يظهر أنه في نفس الوقت هي هاي صارت، يعني يظهر من بعد العرض الإمام أخذ إلى السجن. ليش؟ لأن أكو رواية يرويها ابن رومة، ابن رومة مع سعيد الحاجب. ابن رومة يقول إجيت سعيد الحاجب إلي صداقة وياه. هذا سعيد الحاجب من خواص المتوكل وكان مشرف على السجون، دخلت عليه، التفت لي سعيد قال لي أتحب أن ترى إلهك؟ قلت أستغفر الله، أنا الله إلهي لا يرى بالبصر، إلهي يعرف بالعقل. قال لي هذا الذي تقولون أنه إمامكم؟ سبحان الله، نفس اللغة، ها هي نفسها من قبل 1000 سنة إلى اليوم، ها نفسها. قال لي هذا الذي تقولون أنه إمامكم؟ قلت له ليش والله أحب أرى. قال لي تفضل. يقول جبته وإجا وياي دخلني إلى السجن، شفت أكو قبر محفور
جاي يحفرون بي إلى جانب الإمام، قال لي هذا صاحبك بعد يومين تنتهي حكايته، هذا القبر إله. يقول ويا ما أدبر عني أنا جلست بكيت، يقول اختنقت بعبرتي. قال لي الإمام ليش تبكي؟ قلت والله سيدي أنا أشوف يعني هالوضع قدامي، ليش ما أبكي؟ أبكي لأن أشوف هالمنظر. قال لي لا لا تخاف، هم اللي ما راح يدامون بعد 3 أيام، لا لا تخاف، باليوم الثالث انتظر سوف يقضى عليه وعلى صاحبه. فعلا باليوم الثالث صارت الحادثة هي هينا في الشهر. ها؟ يعني واقع الأمر دول منين؟ يعني الإمام طبعا ماكو عندنا واحد يعلم الغيب لذاته، علم الغيب للذات لله عز وجل، لكن هذا منين؟ مما أخبرهم به، مما ألهموا به، ألهمهم به الله عز وجل أو أخذوه عن النبي صلى الله عليه وآله، وإلا علم الغيب للذات مختص بالله. طيب موضع الشاهد، الإمام يستشهد بها الآية، تمتعوا في داركم 3 أيام. زين، من بعد هذا أرجع إلى معنى آخر في الآية. الآية تقول ذلك وعد غير مكذوب. هنا يرد سؤال، أكو فرق بين الوعد والوعيد؟ إذا مسألة خير، مسألة نعمة، يقولون وعده، وإذا لا مسألة تهديد أو شر أو عذاب يقولون أوعده. نبه، أكو فرق بين الوعد والوعيد، وهي مسألة يثيروها عندنا علماء الكلام، علماء الكلام عند المسلمين يثيرون هالنقطة، يقولون الله عز وجل هل يجب عليه الوفاء بالوعد والوعيد؟ يو لا، ما يجب عليه الوفاء. شلون يعني؟ يعني إذا هدد لواحد بالنار يجب عليه أن يدخله إلى النار؟ إذا ما دخل النار يصير كذب ويصير عيب؟ يو لا، ما يجب عليه. إذا وعد بجنة يجب على الله أن يدخله إلى الجنة؟ إذا ما دخله يصير كذب؟ يقول قسم، يقولون يجب على الله الوفاء بالوعد والوعيد باثنينهن، اثنينهن يجب عليه. إذا هدد لواحد بنار لازم يدخله للنار، إذا هدد لواحد بعذاب لازم يعذبه، وبالعكس إذا وعد لواحد بجنة نعم لازم ينفذ وعده يدخله إلى الجنة. قسم يقولون لا، لا يجب على الله شيء أبدا، لا تنفيذ الوعد ولا الوعيد، لأنه لا يسأل عما يفعل، فما عليه إلزام أبدا، هو مختار يعمل ما يريد. قسم لا، ومنهم الإمامية يقولون يجب عليه الوفاء بالوعد دون الوعيد، لأن إخلاف الوعيد ما يعتبر عيب. شلون يعني؟ أنا إذا هددت لي واحد والواحد يعرف أنا قادر أقدر أدبه، أقدر أهدده، أنفذ الوعيد، لكنه ما نفذت تكرما، ما أنفذ تكرما، أرتفع عن التنفيذ، ما أرد عاقبه، ما أرد قابله بالمثل، لأن أكو حالات الله عز وجل ما يريد يقابل بها العبد، قد يهدد للتربية، يهدد للتأديب. وحتى الأئمة أكو حالات نعم ما نفذوها، ما نفذوا وعيدهم وتهديدهم. كثيرا من الكرماء من العظماء أكو حالات ما ينفذون بها الوعيد أبدا، مو عيب، يترفع. يعني خلي أقول لك شوية بتعبيرنا العامي، مثل ما يقولون أجل الله السامعين، إذا عضك كلب أنت تعض للكلب؟ خلاص ما خلاص، هذا شي يساوي حتى تقابله بالمثل؟ ما تقابله. أكو حالات من هالنوع، وأكو حالات لا والله الإنسان أكبر منها، أكبر من الذنب. ملاحظ أنها الظاهرة اللي يشتغلها الإمام سلام الله عليه زين العابدين في أدعيته، يقول لمن أنا وما خطري، شنو أنا حتى أحط نفسي قبالك أنت؟ أنت بارئ الكون العظيم الذي لا حدود لعظمتك، أنت تقابل هذا الضعيف؟ أنا عبدك المسكين المشتكين، أنا تعذبني بالنار؟ الواقع الله عز وجل مو عيب أن ما ينفذ الوعيد أبدا، بالعكس بل تكرم،
هو رب الرحمة، رب العطاء، يتكرم، لكن الوعد لا، يجب عليه أن ينفذه. إذا وعد لواحد بجنة أو بنعمة، عيب ناقش، نعم، ألا ينفذ الوعد. زين، هنا نسأل، ليش الآية تقول ذلك وعد غير مكذوب؟ الآية جاي تهدد، تهددهم لذولا بالعذاب. شو معنى تعبر عن عذاب وعد؟ ليش ما قالت وعيد؟ ها؟ ليش سمتها وعد؟ ليش عبرت عنا بالوعيد بالوعد مع العلم هو وعيد؟ تنبه لي شوي للنقطة. فلما الآية تقول ذلك وعد، وهي جاي تهددهم، جاي تقول لهم تمتعوا في داركم، يعني انتظروا 3 أيام شوفوا شو راح نسوي بكم. ها؟ جاي تهدد، فلازم تسميه وعيد. ليش سمتها وعد؟ أنا أقول لك سمتها وعد لأن إزالة المعارضين للنبوات عن الأرض هو نعمة. ها؟ إزالة الفشاق والأشرار، يعني أنت لما تجي إلى بيتك تلقى به قاذورات وتطهر لبيتك. ها؟ إذا أردت تطهر هاي مو نعمة؟ نعمة. إذا تجي توخر الفشاق عن الطريق، الأشرار عن الطريق، هذه نعمة من النعم. ها؟ ولذلك عبر عنها بالوعد، وإلا في واقع الأمر كان مثلا ينبغي التعبير بالوعيد، لكن تعبير الباري عز وجل بالوعد لأن إجاحة الكفار، إجاحة معارض الرسالات عن الطريق تعتبر نعمة من أعظم النعم. ذلك وعد غير مكذوب. الله عز وجل عجل بالانتقام لنبيه. ولذلك تلقى الآن احنا عدنا بالسيرة، عدنا بالتاريخ، ذولا قتلت الأنبياء أو قتلت أولاد الأنبياء، ذولا مختلفين قسم، الله يعجل العقاب فورا، مو يوم العاشر من المحرم. الحسين سلام الله عليه صاح الأصحاب بليلة العاشر، قال لهم سووا خندق داير مداير المخيم، ودبوا به الحطب، والصبح يوم العاشر أوقدوا فيه النار. لأن دول أعرفهم أنا، دول ما عندهم نبل، يجوز يهجمون على العائلة، يروعون العيال، أوقدوا النار حتى تكون حماية لظهور العيال. انفصل من معسكر عمر ابن سعد فارس، وقف صاح يا حسين استعجلت بنار الدنيا قبل نار الآخرة؟ فقال الحسين أنت أولى بالنار صليا، اللهم أذقه حر النار. ماكو، فورا جمحت به فرسه، دبته، تعلقت رجله بالركاب، أقبلت تشحبه إلى أن وصلت إلى الخندق، قذفته بالخندق، فورا وقع، النار تناولته وأحرقته. هذا فورا استجيب فيه الدعاء. بينما أكو ناس لا والله شوية أجل إلهم استجابة الدعاء، بعد فترة وإن كان ما طالت سنين، مثل إيش؟ يقول المنهال حججت سنة، من بعد ذلك أيام المختار ابن أبي عبيد، يقول حجيت فجئت إلى المدينة، أني ما أقدر مثلا أنا أرجع من الحج دون أن أرى الإمام السجاد سلام الله عليه. يقول جئت إلى أن وصلت إلى دار الإمام، دخلت، لما دخلت ووقع بصره علي شال راسه، قال لي منهال؟ قلت بلى سيدي. قال يا منهال ما فعل حرملة. تصور هذا شو مسوي بقلوب أهل البيت، يعني حارق قلوب أهل البيت. طفل برعم أبو 6 أشهر يرجع على صدر أبوه مذبوح من الوريد إلى الوريد، يرفرف. مو الإمام الصادق سلام الله عليه شنو تعبيره؟ يقول كان طفل جدي الحسين بقماطه لما أحس بحرارة الشهر
انتزع يديه من القباط واعتنق رقبة والده وجعل يرفرف كالطير المذبوح. وضع الحسين يده تحت منحر الطفل حتى امتلأت دما عبيطا، قذف بها، قال: اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح، اللهم لا يكون أهون عليك من فصيل ناقة صالح. ورجع به إلى الخيمة، صاح رباب: خذي ولدك مذبوحا. خذت ورجعت به إلى المخيم: يا رجواي عقبك ما بعد لوليت خلاف حسين عيبك عدت تحت ظل بيت يا ابن الكربلاء يا ابني عشان لا جيت يا ابن تموت يا ابن ولا شربت الماء عسى يا ما يكون انقطع جروانك يجري الماء وانت تلوش بلسانك. يقول للإمام: ما صنع؟ يقول له: سيدي تركته حيا يرزق. قال: اللهم اذقه حر النار، اللهم اذقه حر الحديد. وبالفعل يقول رجعت، وانا راجع صادفت المختار والناس من حوله يقولون: جئنا به. سألت: ما الخبر؟ قالوا لي: امسكوا حرملة وجابوه. خليني والله اشوف المنظر. يقول: وقف لما وقع بصري عليه، بمجرد ان رآه المختار قال علي بالحديد. يقول: أقبلوا إليه بسيف، بدأ يقطع أعضاءه وأوقد له نارا فألقى أعضاءه في النار فشبحت. قال لي: ماذا، لماذا شبحت؟ قلت له: والله أنا القصة ترى هكذا، مريت بالإمام والإمام سألني عنه، بمجرد أن أخبرته رفع يديه قال: اللهم أذقه حر النار، اللهم أذقه حر الحديد. يقول: جيت أحادثة إلى أنصار قريب من الدار، قال لي: مل معي تناول من الطعام. قلت له: أنا اليوم، أو بالأحرى أنا قلت له: مل معي تناول معي من الطعام. قال لي: تريد من عندي أكل طعام هذا؟ لا والله أنا أصوم اليوم شكرا إلى الله، استجاب الله دعاء الإمام على يدي، أنا أصوم شكرا لله. ولكن أقول له: هل موقف، هل يعدل ساعة من حرقة قلب الحسين على ولده لما رجع؟ وهي بس هاي، الحسين احتفر له بجفن الشيخ وواراه أهال عليه التراب. شنو اللي شووا لما جاءوا لقطع الروش؟ سألوا عن رأس الرضيع، قالوا لهم أن الحسين واراه. فقال عمر بن سعد: انبشوا الارض برماحكم، نبشوا الارض برماحهم، استخرجوا عبد الله برمح من تلك الرماح وقطعوا رأس الرضيع. ولو تراه حاملا طفله رأيت بدرا يحمله أو الفرق أدى مخضبا من فيض وداجه ألبسه سهم الردى أم جسادا فلا بلغ الفطام لكم رضيع وطفل الشبط يفطر. ربي
نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. ربي إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. اللهم احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.